بسم الله وعلى بركة الله تعالى. متابعين مشاهدين الأعزاء، هكذا ينطلق شوطنا التاسع في هذا الصباح. ننطلق مع تحديات هذا الصباح ومنافسات اللقاية ومعارك اللقاية وتحدياتها. ننطلق من 5 كيلومترات، نرى على المركز الأول وعلى الصدارة، أرى على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول أرى الحضور من رسم المتواجدة والحاضرة على مقدمة الشوط لحمد بن حزام القرحة الحاضر والمتواجد بكل قوة على المركز الأول. من يقدم لنا رسم على مقدمة الشوط وعلى صدارة هذا الشوط. ثاني المراكز على الحضور والمتواجدة. إعلان الحاضرة الحاضرة إعلان والمتواجدة على المركز الثاني. هتان لحمد بن حمود بن ثعلوب الدرعي الحاضر الان والمتواجد. اما ثالث المراكز، ثالث الاسماء وثالث المتحديات، ارى الحضور والتواجد من هذا الشعار الحاضر الان والمتواجد على ثالث المراكز، ثالث الاسماء، ارى القدوم والتواجد من هذا الشعار الحاضر الان والمتواجد. الكايدة حمد بن الهيان العامري، من يقدم لنا الكايدة على ثالث على ثاني الأسماء، ثالث المراكز وثالث الأسماء، أرى الحضور من الماهر لعامر بن راشد البريص المري الحاضر إعلان والمتواجد الماهر على ثالث المراكز الحاضر إعلان. رابع الأسماء ورابع المراكز، أرى القدوم والتواجد من السريعة الحاضر إعلان لخليفة بن عبد الله بن محمد القعود، من يقدم لنا السريعة على رابع المراكز. خامس الأسماء، خامس المراكز، أرى الحضور والتواجد من هذه المتواجدة. وصلت نجود، وصل وابناء الميدان، أبناء الكويت حاضرين متواجدين مع نجود القادمة بكل قوة، مع صقر، مع عبد الله بن طلال بن ظافر العجمي الحاضر مع انجود. وارى القدوم والتواجد من هذا الشعار الحاضر بيان لصالح بن هادف المنصوري الحاضر الان والمتواجد، ويقدم لنا بيان. وارى القدوم والوصول والتسلل من الطائفة لمبارك بن ربيع العجمية. ولكن نعود الى المركز الاول، الى شعار بن نهيان، الى الكايدة على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. الكايدة متواجدة حاضرة بكل قوة بقوة. هذا الشعار الكبير يحضر ويتواجد كحضور الأبطال في هذا المهرجان الكبير. الله يا الكايدة. ثاني المراكز، ثاني الأسماء، بيان متواجدة لصالح بن هادف بن عبيد الضحاك المنصوري الحاضر الآن مع بيان. شعار الضحاك على ثاني المراكز، ثالث المراكز، ثالث الأسماء، الماهر لعامر بن راشد بن سعيد المري، من يقدم لنا الماهر على ثالث المراكز. رابع الأسماء ورابع المراكز، الطائفة شعار بن ربيع حاضر ومتواجد بكل قوة على رابع المراكز. خامس الأسماء مراكز نجود، شعار صقر بن طلال، شعار عبد الله بن طلال بن ظافر العجمي مع نجود. وارى القدوم من شعار فاران بن عتيق المري الحاضر مع شهودة، وشعار بن شابل قادم الان ومتواجد بكل قوة. يا سلام. نعود الى المركز الاول،
إلى مقدمة الشوط، تسللت بيان، تسللت بيان إلى المركز الأول إلى مقدمة الشوط. صالح بن هادف الضحاك المنصوري على مقدمة الشوط مع بيان الحاضرة والمتواجدة على مقدمة الشوط وعلى الصدارة وعلى أول المراكز. ثاني المراكز بن الهيان، بن الهيان على المركز الثاني. الله الأسماء والشعارات بدأت بالاقتراب، بدأ بالاقتراب. أول المطاردين، أول لاحقين، وصلت الطائفة، وصل بالربيع، وصل بالربيع الحاضر والمتواجد مع الطائفة، تسللت إلى المركز الثاني. ثالث المراكز، ثالث الأسماء، أرى الماهر الحاضرة والمتواجدة مع شعار، مع شعار عامر بن راشد البريس المري، ووصل شعار فاران بن عتيق البريدي الحاضر والمتواجد مع شهودة. والكيلو الأخير، الكيلو خطير، الله يا هذا الكيلو، الله يا ذا الكيلو، كيلو ما بعده إلا السلام، إلا الانتصار، إلا الإنجاز. لمن الانتصار؟ من هذه الأسماء، من شعارات بيان على المركز الأول، بيان على الصدارة لصالح بن هادف بن عبيد الضحاك المنصوري على مقدمة الشوط وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. الله، تحركت بيان، تحركت بيان، انطلقت بيان، بسم الله عليها، بسم الله عليها، ما شاء الله تبارك الرحمن، غادرت، غادرت، انطلقت، ولكن شودة قادمة، شودة قادمة، شعار فاران بن عتيق المري قادمة هلال، وصلت شودة على المركز الثاني. ولكن بيان، بيان، بيان انطلقت، بيان غادرت، شودة قادمة، شودة وبيان، شودة وبيان، آخر الأمتار، آخر الأمتار، أمتار مجنونة، أمتار حرجة. الله، بيان لا زالت على المركز الأول، شودة على المركز الثاني. لمن الانتصار؟ لمن إنجاز؟ بيان ولا شودة؟ بيان لا شودة، المري ولا المنصوري؟ آخر الأمتار، آخر الأمتار، ولكن بيان، بيان، سلام لبيان، سلام، غادرت بيان بالإنجاز، سلام الضحاك، سلام، تهانينا والناموس على حصول بيان على المركز الأول لصالح بن هادف بن عبيد الضحاك المنصوري. ثاني المراكز شودة لفاران بن عتيق البريدي. ثالث المراكز، ثالث الأسماء، الطائفة المبارك بن ربيع علي عجمي. رابع المراكز، رابع المراكز، رابع المراكز كرار محمد بن ناصر العوضي المنهالي. وخامس المراكز شعار، سابع خامس المراكز الماهر لعامر بن راشد بن سعيد بن راية المري. تهانينا والناموس على حصول بيان على المركز الأول لصالح بن هادف بن عبيد الضحاك المنصوري، مهديا للسلامات لأبناء الإمارات، سلام لبيان، سلام من انتزعت هذا الشوط، شوطنا التاسع للقاية، سلام لبيان، سلام. هذا هكذا ملخص هذا الشوط والتوقيت الزمني. التوقيت الزمني 7:35، 41 جزءا من الثانية. سلام بيان، سلام. ثانية المراكز شودة لفاران بن عتيق البريدي، 7:36، 34 جزءا من الثانية. ثالث المراكز الطائفة لمبارك بن ربيع بن عبد الله العجمي، 7:40، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وأيضا التهانينا والناموس لراعي بيان صالح بن هادف بن عبيد الضحاك، من انتزعت هذا الشوط.